هاجس البطالة عم بيكسح المجتمع اللبناني وعم ترتفع معدلاته بشكل مخيف، يعني بدل ما تقل أكيد مش رح تقل بهالظروف الاقتصادية، والأسباب حدث ولا حرج. اليوم كل المواطنين اللبنانيين بدون استثناء عايشين هاجس العيش بلا عمل، خصوصا فئة الشباب والأعداد الهائلة من الطلاب اللي عم تتخرج من الجامعات وعم بتعلق الشهادات على حيط البيت، وما زاد الطين بلة إقفال العديد من المؤسسات إضافة إلى تدفق كان عنصر النازحين لهالسوق. اليوم صار في دراسة من قبل الإحصاء المركزي فصلت وفندت أرقام البطالة وهي الأعلى من سنة 2004. خلينا اليوم نستقبل ضيفنا رئيس جمعية مبادرات وقرارات الدكتور دالحتي. صباح الخير. صباح النور، أهلا وسهلا فيك عبر صوت لبنان. اليوم دايما من نحنا منصير ننتقد ومنقول أنه ما في دراسات أو دراسات عن البطالة بأرقام متفاوتة. اليوم وضع نقطة على السطر، صار عنا دراسة من قبل الأحصاء المركزي مفندة حسب الفئة العمرية حسب كمان المناطق، يعني دراسة بين إيدينا. طيب اليوم هالدراسة عم تحكي عن البطالة، طبعا مش قبل 17 تشرين وبعد 17 تشرين، عم نحكي عن البطالة بشكل عام، بس خلينا نحكي معك قبل 17 تشرين وبعد 17 تشرين، شو تغير بعنصر البطالة؟ أول شيء صباح الخير وشكرا. صباح، شكرا أستاذ نوال استضافتي. الحقيقة موضوع البطالة ما فينا نكبه هيك إلا ما نحطه بإطاره المهني، لأن احنا يعني شو يعني بطالة؟ شو يعني بطالة؟ يعني البطالة يعني من ليس من كل من لا يعمل هو عاطل عن العمل، يعني في بطالة مقنعة، في بطالة مقنعة، في بطالة ظاهرة، يعني في نوعين من البطالة. في البطالة الذي لم يجد عملا أو كان يعمل توقف عن العمل، هو هلا في حالة عاطل عن العمل. إنما البطالة المقنعة هناك كمان إلى كتير أسباب، بس بالمختصر لما نأخذ وقت كتير، يعني ممكن إنسان يكون عنده شهادات بس هو لا يرغب في العمل، بده مهنة تناسبه إله وتناسب طموحاته دغري مباشرة، لا يرغب بالتدرج تيوصل للمركز البدوية. اثنين، في أشخاص بيشتغلوا بأماكن لا يصرح عنهم، هن أرباب العمل ما بيصرحوا عنهم، ما بيقولوا عنهم، فهودي أرقام وهمية ما فينا نعرف قديش بيشتغلوا فعليا. اللي بيشتغل بالقطاع الزراعي بلبنان قديش مسجل فعليا وعندهم أرقام، نحن ما منعرف. وبالتالي هاي البطالة المقنعة نحن نعتبر أنه لا يعملون، يمكن هن يعملون، وبالتالي ما عنا هالقد الدقة. إنما اللي أعطته الدائرة الأحصاء المركزي، إدارة الأحصاء، كان عم تحكي عن البطالة خلال 2018-2019 كانت كتير قريبة للواقع. ونحن كمان بالجمعية عملنا أحصاء، نحن كمان مؤتمنين من ضمن شغلنا كجمعية، بنعمل نشاطات لمكافحة البطالة، بنعمل دورات توجيه مهني كيفية اختيار الاختصاص، كمان بنينا شيء على الواقع سوق العمل اللبناني تنوجه الطلاب بالمؤسسات التربوية خاصة بالثانويات كيف بتختار اختصاصك يناسب سوق العمل أقله للخمس سنوات اللي جاية. فتبين معنا قبل 17-20 أن احنا كنا طبعا بمرحلة دايما خطرة، يعني احنا البطالة بلبنان دايما خطرة، وبالتالي وصلنا لرقم كمان خطر كتير، أنه كان معنا 660 ألف عاطل عن عمل بلبنان بشكله بين 35-36% من الشعب اللبناني العامل. يعني هذا رقم كتير خطر، منه رقم عادي نقبل فيه بشكل كامل. هذا قبل 17-20. إجا 17-20 تغير المنحة الوظيفي، الناس ما عاد قدرت توزع على وظائفها، الناس ما عاد تأمنت معيشات موظفينا، مؤسسات كبيرة كانت مجهزة حالتها يمكن تعمل نشاطات جديدة، جمّلت حالها كان بدها تعمل ريكروتينج تاخد موظفين جديد، كله هذا توقف بانتظار المجهول اللي ما حدا بيعرف. فزاد العدد تقريبا للدوبل، تقريبا لتضاعف الرقم، يعني بدل ما نضل على 36 صرنا بين 65-70%، الناس بتشغل نص دوام، الناس بتقبض نص معاش، الناس توقفت شركاتها كليا عن العمل، فروع لمكاتب لشركات سكرت كليا، حاولت تخفف مصاريفها تتقطع هالمرحلة. وهذا الرقم كيف بنبني دولة وبيت وبنوت ونخطط لمستقبل إذا هالشباب والصبايا وحتى الكبار، مش بس الشباب والصبايا، وقفت جمدت، وبالتالي اللي ما عنده شيء يخسره في يعمل اللي بدك إياه. صحيح. هلأ بسياق الحلقة رح نشوف اللي ما عنده شيء يخسره
كيف ممكن البطالة تصير في عندها ارتدادات سلبية على المجتمع. اليوم بالإحصاء المركزي خلال 2018-19 يعني حكي عن أنه الشباب في 35% وهن الأعلى على الإطلاق من 15 سنة، وعم بيرتفع المعدل عند حملة الشهادات، وكيف توزعوا بالمناطق العطلين عن العمل وكيف هالفئات العمرية. طيب اليوم كيف بتقرأ معدلات ارتفاع البطالة؟ شو ارتداداتها طبعا على الاقتصاد؟ يعني اليوم ما بيكون في ارتفاع عن النسبة العالية وعم بيقولوا هي الأعلى من سنة 2004 لليوم، يعني في خطورة على الاقتصاد، في خطورة انه يصير في أعمال جرمية. هلأ بس هي الحلقة رح يكون عندنا طبيب نفسي، يعني اليوم كيف بتقرأ هالأرقام عند الأحصاء المركزي؟ يعني اشتغل يعطيه العافية. نحن ما لازم نعمل ردة فعل على الرقم، نحن لازم نروح نفتش على السبب. نعم. البطالة ليست سبب لأنه ما في شغل. نعم. ممكن والأسباب اللي بيّنت معنا نحن بدراستنا وأكيد مبنية على وقائع، هو إذا أنت اخترت اختصاص خطأ ما في منه بسوق العمل أكيد ما رح تلاقي وظيفة. هذا أهم أسباب. نحن موجهين بلبنان لا اختصاصات بسوق العمل لأنه ما احترام مهندس حكيم لا هودي، نحن عنا ثلاث اختصاصات هودي هن. طب ما نحن بلبنان نحن مندرس 194 اختصاص مختلف، تتوجه الناس لثلاثة أو أربعة أو خمسة والبقوة والتعليم المهني وين؟ طب نحن المهنيين الذين يعملون كلهم كل الناس ليش حرف ناقص؟ لأنه بيعتبروه مستوى دوني، يعني أنه اللي سقط بالتعليم الأكاديمي بروح على التعليم المهني، مع أنه كل اللي بيشتغلوا بالتعليم المهني، كل اللي تعلموا بالتعليم المهني كلهم اشتغلوا. بدي أسأل سؤال، أنه نحن بإذاعة اللي قدامي أنا على الطاولة كلهم سوا الميكروفون، الطباعة، الفنجان القهوة، السيلولار، كله هذا مش تقني؟ هذا مش كله عالم تقني؟ ليش بدنا نستورده من برا ما نحن نفكر كيف بدنا نشتغل عليه؟ أرقام تليفونات صوت لبنان مرة جديدة بتصرفكم على 01-205-511 01-325-555 الخلوي 76-611-005 وعبر الواتساب على 76-611-001 فويس مسج بناخده. سلامك يا رب. بس بدي أكد لك حديثك مزود حديثك، لأنه أنا أصل أنا واحد لبناني من أصل واحد من أصل 60 واحد سوري وفي غيري لبناني، وأصغر كلمة بيقولوا لي مش عاجبك اللي بعد محلك اثنين سوريين كمان، يعني بيتحملوا أرباب العمل مسؤولية هالشي. أما الدولة لأنه ما عندها سياسات ناجعة بمحاربة البطالة، اليوم لما بيكون في عند الدولة سياسات ما بيكون في هيك أفكار عم تنبس بالبرنامج. طبيعي، وهذا شيء خطر كتير اللي صار. هذا الحديث اللي صار خطر، ويعني في مسؤولية على رب العمل اللي عم بوظف هالناس اللي حتى بدون أوراق عمل ولا شيء. الحقيقة نحن في كتير مؤسسات معروفة، يعني تنحكي عنها بدون ما نسمي أسمائي، مثلا أفران كبيرة بلبنان كل عمالها سوريين أو من غير جنسيات. يعني هلأ نحن عم ناكل خبز مش شغلنا، مش شغل إيدان لبنانيين. عم ناكل حلو عربي مش شغل إيدان لبنانيين. يعني في مؤسسات كبيرة وأسماء شهيرة جدا ما بتوظف إلا عمال أجانب لأنه أرخص وبوفروا على حيرهم وبيستفيدوا من تعب الناس وبيشتغلوا فيهم. صرنا رحنا على الصخرة، بطل هيدا وظيفة، رحنا على عالم الصخرة، وهذا عالم الصخرة ممنوع منعا باتا بالقوانين الدولية وبقانون حماية الناس. هذا كتير شغل موضوع دقيق. نعم، خلينا نسمع كمان أصوات الناس. صباح الخير للصوت لبنان، بس أمنيتي أنه تكون مبادئ هذه الثورة للمطالبة بضمانة الشيخوخة وضمانة الشباب اللي قاعدة بلا شغل يتأملنا رواتب من هالدولة مثل ما بلاد الأجانب مأمنة. هجرنا وسفرنا وشفنا برا كيف عم بيعاملوا مواطنون، نتمنى هالشي يصير ببلدنا ويتحقق. ولكم جزيل الشكر لصوت الحر، أنتو يا صوت لبنان. أهلا وسهلا فيك، بيقول لي صوت لبنان صوت الحق. نعم، يعني بدي أشكر المواطنين. رح ينضم لقلنا هلأ رئيس مؤسسة لبورة الأبطوني خضرة. أبونا صباح الخير. يسعد صباحك، يعني يا أهلا وسهلا فيك. يا أهلا وسهلا فيك. اليوم مؤسسة لبورة أخذت الحرية والكرامة وبدنا نزيد الثورة. الثورة اليوم مؤسسة يا سيد جوزيف أبي خليل. نعم، بدنا نزيد كلمة الثورة.
نعم الله يرحمه. اليوم مؤسسة لابورا أخذت على عاتقها مكافحة البطالة، تأمين ظروف عمل يعني بتكون لائقة إن كان للبنانيين بالقطاع الخاص أو بالقطاع العام. اليوم مؤسسة لابورا عملت دورات تدريبية، اليوم بدنا نحكي أنتوا شو عم تعملوا؟ الأعداد عم تكتر، الدولة ما عم بتوظف، القطاع الخاص عم بيسكر، شو يعني شو بتقول اليوم؟ أول شيء بدي أقول إنه طلبنا من الحراك بكل لبنان يزيدوا عندهم بنت هي حماية اليد العاملة اللبنانية، ونرجع منذكرهم على الهواء حماية اليد العاملة اللبنانية، وكل مؤسسة بس تروق الأحوال وهيدا ما بتوظف لبنانية أو بتوظف أكثر من 20% أجانب لازم نروح قدامها نوقف قدامها ونعلي الصوت. هيدا حكيته مع الحراك لأنه كتير مهم موضوع الوظائف، أنه هو الشباب اللي عم يتعبوا مستقبل لبنان، بدنا نأمن لهم وظائف تيكونوا مرتاحين ويقدروا يبنوا لبنان. ما فينا يعني نأمن لهم هلأ يعملوا ثورة وبعدين يهاجروا، وهي بتكون أكبر عملية إحباط بتاريخ لبنان، أنه هو الشباب اللي عم بيطالبوا بدولة وعم بيطالبوا باستعادة الأموال. هودي الشباب بدنا نبلش من هاللحظة أو من شهرين لورا نفكر كيف بدنا نلاقي لهم شغل. يعني نحن هلأ بنشكر المؤسسة الأمريكية للتنمية الدولية اللي هلأ رح نبلش ابتداء من 2 الشهر رح نعمل تدريب ل 400 شاب وبنات ونأمن 150 وظيفة رغم الظروف الصعبة لقالون. وين الوظائف؟ بالقطاع العام في توظيف القطاع الخاص؟ لا بالقطاع الخاص. نعم. 140 وظيفة بالقطاع الخاص. كيف المؤسسات عم بتسكر في مؤسسات عايز موظفين؟ نحن الأهمية بالبرنامج هو أنه الوظائف اللي لح بندرب عليهم هن وظائف السوق يحتاجون، ورغم البطالة ورغم الظروف في وظائف بالمؤسسات ما في إلا ناس يشتغلوها. هيدي الوظائف حصرناها ب 11 وظيفة. نعم. هال 11 وظيفة أو نوع وظيفة رح يصير في تدريب ل 400 شاب وبنت لمدة شهر ونص متواصلة، يعني 5 أيام بالأسبوع من الساعة 8 الصبح للساعة 8 عشية على هيدي أنواع الوظائف. ونحن ديجا أخذين تعهد من مؤسسات خاصة لح تاخد هال 140 شخص من هال 400 لح يتدربوا ويطلعوا الأول، أول 140 ناشئين. نعم، بس السؤال اليوم في كتير ناس عم بيسمعوك أب صوني خضرة وهن بحاجة لهالوظائف، أنتوا يعني كيف أي ناس تستقبلون؟ كل المواطنين من كل المناطق بيقدموا طلبات عندكم ولا قدموا؟ نستقبل بس الشباب الجامعيين. نعم. اللي عاملين سنة جامعة وما فوق، بس عم هيدي الموضوع للجامعيين تيكون في مستوى معين بالموضوع. بقى كل شخص بهمه هيدا البرنامج في يتصل على ما كتبنا، لانه نحن رغم كل الظروف بعدنا فاتحين. ايه شو الارقام مالي في ناس كم 43-52 بيستقبلوا له موظفين وبيعملوا له ملف، لانه الدورات التدريبيه رح تبلش ب 20 كانون الثاني 2020. وهلا بعدكم عم تستقبلوا طلبات؟ اكيد. اي نوع من الوظائف؟ خلينا نقول لهم. وحتى يعني نحن هلا مثلا في شركه تامين طالبه اكثر من 80 وظيفه بين عمر ال 21 وال 49. اذا حدا بيحب كمان يتسجل، هيدا برنامج بلشنا فيه الجمعه الماضيه. يعني نحن كل اللي عم نجرب نعمله انه نقدر بقلب هالمأساة نقدر نعمل شيء، بس هو أهمية إذا بدنا نشتغل. وأنت كصحفي وصوت لبنان سبقين بهالأمور، إن شاء الله يا رب ما تطول الحالة، بس نحن شغلنا الأساسي هلأ والدراسات والتحضير هو في حال قطعنا القطوع وما صار انهيار وراقد بلبنان عنا مجال إنه نوظف كتير. بقى هيدا الموضوع لازم نبلش نحضر مش للجمعة الجاي، لبعد شهر وشهرين وثلاثة. هيدي أهمية الشغل اللي عم نعمله. طيب يعني كل أنواع الوظائف ممكن يتقدموا الطلاب اللي عندهم سنة أولى جامعية، ممكن يتقدموا لعندكم ويحصلوا على وظيفة ممكن. نعم. بس نوع الوظائف حسب الشركات شو بدها يعني؟ كل شخص بيتصل فينا ويعطينا إيميله أو واتساب بيرحلوا فوراً ال 11 اختصاص ووظيفة وبرنامج التدريب وبيتسجل.
نعم اللي وبدي أقول إنه نعم. في حال إنه نحن عطول رغم كل المعاناة نحن بدنا نضلنا متفائلين، بدنا نضلنا يعني تعرفي أوقات نحاول نجرب نكون عليه مترجع مع كل الوجع اللي بقلبنا. بس رغم كل شيء لأنه حتى الألم بيوقف، حتى الجلج اللي بتوقف بعد منا في خير وقيامة. خلينا نقول إنه إذا صار في حكومة وإن شاء الله إنه بنعمل ضغط بهذا الاتجاه يكون إلى جانب الوضع الاقتصادي والمالي اللي بدها تعالجه الحكومة ووزارة العمل ووزارة الاقتصاد والتجارة، يكون البند الأول هو الشباب. وأنا هون بطلب مني كمؤسسة عم تدعم الشباب وكمؤسسة عم تدعم الثورة إعلامية بامتياز، بدي أطلب منك وكمسؤولة أهم برنامج يمكن نضلنا نشدد على هذا الموضوع بكل حديث بكل سؤال، شو برنامج الحكومة الإنقاذية للشباب؟ ما ننسى لأنه عندهم ميل إنه ما نفكر كتير بشبيبتنا. بقى هيدا بند أساسي لازم يكون على بكل صوت صحافي وصحفية وبكل وسيلة إعلام وبكل مطلب برنامج إنقاذي لحتى ما نخسر اليد العاملة اللبنانية ويفلوا شبيبتنا لبرا. نعم كمان شبيبتنا بيتحملوا مسؤولية. معي ضيفة باستوديو واحد رئيس جمعية مبادرات وقرارات الدكتور دال حتي، صديق أصدقاء بعدكم كمان حقيقي. الشباب ما بيتحملوا مسؤولية، وزارة العمل شو دورة بكل هال يعني بهالأعداد الهائلة من البطالة، التعميم اللي طلعتهم للمؤسسات واللي حددت فيهم، معاش خليني كمل، اللي حددت فيهم دي لازم توظف لبنانية ودي لازم توظف أجانب، يعني ما صار في التزام. خلينا ما نتخبى وراء أصبعنا. طب اليوم خليني أول شيء حيي لدال صديقي، ربنا طول عمرك وربنا يحفظها بالسماء ومن عزيز طول عمرك طول عمرك الله يديمك ويخليك. وبدي اقول انه شغلي كتير مهمه، مش بس انه بدنا نحافظ على اليد العامله اللبنانيه، بدنا نقول لهم للشباب وخاصه شباب الثوره اللي هن اكثريه الشباب، مش بس بدكم تثوروا على السلطات ومش بس بدكم تثوروا على المسؤولين، بدكم تثوروا على ذاتكم وتغيروا نمط حياتكم 100% وتغيروا نمط تفكيركم، لانه لبنان رح يكون في وظائف لا تحصى ولا تعد، بس بدنا نقبل نشتغل على الارض. وهوني كمان يمكن نحن نعمل برنامج اسمه مرن مع مؤسسات خاصه، ان هلا بهيدي الظروف نقدر ناخذ الشباب والصبايا على مكاتب خاصه الهندس والمحامات يعملوا استاج يعني تدريب، لانه في مشكله نحن واجهناها بلابورا انه في كتير ناس وديناهم مهندسين او محاميين او اشخاص تكنيك على مؤسسات ما قدروا قلعوا. وقت المهندس يدرس 5 سنين بالجامعه ما بيعرف يلقط المتر وياخذ قياس الحائط. يعني في عنا مشكله كمان، هاي الشباب بدهم يشدوا حيلهم ويشتغلوا، بدهم يغيروا الذهنيه. هذا مع الشغل انه نشتغل مع الدولة تيصير الحد الأدنى يعيش هالشاب والصبية ميثل. نعم وكمان هم تحمل مسؤولية الجامعات، يعني أي مهندسين عم بتخرج يعني في علامة استفهام، فاليوم لازم نعم بعلي بدي اطمع بمحبتك ومحبة دال. بدي أقول لك شغلي، أنا وقت رحت تسجلت دكتوراه بالسوربون فات بباريس، فت تسجل قالت لي العميد اطلع لبرا قري اللوح شو مكتوب. طلعت لبرا حاطين انه كل صحافي بده يتخرج بالجامعة بفرنسا من هلأ لخمس سنين حاطين قديش في فرص عمل بالصحافي، وبيقولوا لك انه اذا انت بتتسجل بهيدي المادة او بهيدا الاختصاص بنأكد لك انه بعد 5 سنين ما بتلاقي شغل. فاذا بننصحك قبل ما تتسجل روح غير اختصاصك. هيدي بيتحملوا مسؤولية الجامعات، لازم يعملوا دراسة على الارض شو عايز السوق، وعلى أساسها بدهم يقبلوا يغيروا الكليات يعدلوا بالاختصاصات. صح. مش نحط اختصاصات أساسا محطوطة تنهجر شبيبتنا. وهذا هذا لحوانا نعمله سوا أبونا. أنا بدي أشكرك أبونا طوني خضرة رئيس مؤسسة لابورا، أهلا وسهلا فيك عبر إذاعة صوت لبنان. اليوم يعني الكل بيتحمل المسؤولية. صح. إلنا ما في سياسة حكومية ناجعة بمحاربة البطالة كل عمرها. تعاميم وزارة العمل بخصوص المتعديين طبعا على الوظائف بلبنان. صح. كمان يعني ما كانت عم تلقى الصدى. خلينا نعطي مثل حسي عن
هذا الموضوع. نعم. نحن للأسف الشديد اختصاصاتنا اللي بيروحوا عليها طلابنا هي اختصاصات فيها شوي شو أوف. نعم. للأسف الشديد. نعم. أعطي مثل مباشر هلأ نحن بحاجة لإله. نحن رايحين شئنا أما بينا نكون بلد نفط. شئنا أما بينا بعد فترة قدام ما بعرف. إنون النفط بلبنان مكتوب بالنص عدد العمال والإداريين الذين سيعملون في هذا القطاع 80% منهم يجب أن يكونوا لبنانيين. أنا على من على أسير إذاعة صوت لبنان بسأل كم شخص بلبنان بيعرف يلحم كهرباء تحت المي؟ أنا أكيد أنه ولا حدا. نحن بلبنان ثلاثة بس، لازم نتحضر. فإذا لازم في اختصاصات. نعم. لازم نغير نظرتنا للعمل ونغير كل تفكيرنا ونوجه نحو التعليم المهني لأنه هو التعليم الأساسي، ولازم ندمج التعليم المهني بالتعليم الأكاديمي. رح نتابع نحن وياك مزيد من التفاصيل حول موضوع البضالة واتصالاتكم وأسئلتكم بعد موجز الأخبار. خدمات كتيرة بتوفر معها جهد ووقت مع A to Z. إدارة مباني، تنظيفات داخلية وخارجية، تلميع وتشميع البلاط والباركي. A to Z، صيانة عامة، حراسة، أمن وحماية أفراد ومؤسسات. A to Z، تنسيق حدائق، رش مبيدات وجمع نفايات. A to Z Services، دورة شارع كرومو، 01-259-259-70-341-555. هلا فيكم بالأردن، عيش معنا أحلى الأجواء مع العائلة والأصحاب من عمان النابضة بالفعاليات لجبال عجلون الخضرة ومتعة الحياة في البحر الميت ومغطس السيد المسيح عليه السلام وأجمل الأثار في المترة، إحدى عجائب الدنيا وصولاً إلى سحر وادي رم والاستمتاع بالرياضة المائية والمنتجعات في العقبة. الأردن أحلى. www.visitjordan.com. محتار شو تهدي ماريز بتحب السيريز جون بول دايما فوتبول سامي مهووس موفيز تنعاد عليك تنعاد عليك رح تنعاد عليك هديون شي بيتفقوا عليه ويسلي هالعيلة تنعاد عليك تنعاد عليك رح تنعاد عليك مع كيبل فيجن هالسنة الهدية صارت اتنين مع كل تركيب كيبل فيجن بيطلع لك تركيب تاني مجانا مع اشتراك لمدة شهر بكل المحطات. اتصل هلا على 1540 وزور موقعنا cablevision.com.lb. كيبل فيجن، كل شي بتهديه بيرجع لك. صباح الخير، 9:15 في صوت لبنان، موجز للأخبار. قطع طريق قصقص وكورنيش المزرعة باتجاه البربير وإعادة فتح الطريق عند تقاطع المدينة الرياضية وزحمة سير على طريق المطار القديمة باتجاه شتيلة والطيوني، إعادة فتح أوتوستراد الجي قبل قليل بالاتجاهين، شمالاً محتجون يقطعون طريق عام حلبة عند مفرق كوشة بالأتربة. المسؤول في وزارة الداخلية السعودية فهد عبدالله الركف يكشف أن الرياض لن تتصل بالرئيس المكلف إذا قام بتشكيل الحكومة إلا إذا حصل على المباركة من دار الإفتاء. نقيب أصحاب الفنادق بيير الأشقر لصوت لبنان، تراجع نسبة الحجوزات ما يعادل 90% وإعادة النهوض ممكنة. وزير الخارجية والتعاون الدولي الإيطالي في بيروت اليوم. محتجون يقطعون 5 جسور وشوارع رئيسة في محافظة ذي قار العراقية، وآخرون يغلقون عدداً من الطرق الرئيسة المؤدية إلى مركز محافظة كربلاء بالإطارات المشتعلة. وفاة أكثر من 100 شخص في إيران بفيروس الإنفلونزا الموسمية. منتابع نحن وياكم نقطة على السطر عبر إذاعة صوت لبنان مع ضيفنا الدكتور دالحتي. خلينا ناخذ فويس مسج من المواطنين. خلينا ناخذ. صباح الخير، صباح لكم وصباح لصوت لبنان. أنا قدمت على شركة اللافاجات، وبعدين بشوف أنا بشركة اللافاجات في 250 موظف بشركة اللافاجات السوري، 250 موظف بقلب الشركة
عاملين لهم بيوت بيناموا فيها جوا اوض، وانا قاعد بلا شغل من قبل الثوره وهلا. تفضل، شو عم بيصير بسوق العمل اللبناني؟ ما هيك؟ شو تعليقك؟ هاي الصرخه صرخناها قلنا من 2011 و2012. اول شيء صار في هجوم ساحق من اخوان السوريين على لبنان، نزوح خطير كتير، دخلوا على بيوتنا على اشغالنا على اعمالنا، عبوا مراكز كان لازم اللبناني يكونوا فيها. ما ننزل الى الشارع في حراك ثوره او اي تحرك كان لازم نتوجه مباشره نحو هالارباب العمل، نحو هالناس اللي وظفت من عمال غير لبنانيين، لانه اخذوا لنا محلاتنا، هودي احق اللبناني فيها الا اذا كان اللبناني بيرفض يعمل بهذا العمل، وهذا شغلي اخطر واخطر. انا نعم. بعدني مصر عليها. نعم، خلينا كمان فويس مسج. شو القصة؟ صباح الخير لصوت لبنان. يعطيكم الف عافية. بس انا بدي ادوي على شغلي، وسؤال للمعنيين، هل يسمح للمؤسسات الرسمية بتوظيف اجانب بدل اللبنانيين؟ نعم. مثل مثلا البلديات، يا ريت تعملوا بحث، حتلاقوا انه عشرات الوظائف ممكن اللبنانية يشتغلوا وعم يشغلوا غير لبنانيين بالبلديات، خاصة بالمتن. يا ريت تعملوا بحث عنه، رح تلاقوا انه في كتير وظائف مش لبنانية عم يشتغلوا. نعم، يا ريت بتسموا لنا اليوم، خلينا هيك الحلقة تكون شفافة. مش واضح هذا كلام، منه كتير دقيق. ليه؟ السبب انه في بعض الوظائف التي لا يعمل فيها، مثل سقاية الشتل والزراعة والتنظيف والنظافة، تعمل أوتسورسينج البلدية مع مؤسسات، هالمؤسسات بيكون عندها عمال أجانب، وبالتالي تم نتهم البلدية. يمكن معه حق أنه في بلدية، مع أنه أنا ولا مرة لاحظتها، يعني موظفين البلدية كلهم لبنانيين، هذا بالقانون. إنما إذا كان عندها مشكلة بقضية تنظيف أحراش أو زراعة أو سقاية زهور على الطرقات واللبنانيين ما بيشتغلوا، وبالتالي منا بده يجيبوا عمال لهالموضوع. اتصال مستقبلوا سوا، مين معنا؟ بونجور. بونجورين، معك توني أبو رجيلي. يا هلا، تفضل. بدي أسألك سؤال مدام نوال. أنا بشوف الأوتوبيسات كلها سوريين فيها سفرية، طب أقول الترابلوس، طب أقول الجبال، طب أقول المصيدبة، طب أقول المزرعة، كله سوريين. وبأكتر من هيك أم يجوا مفتشين سوريين بفتشونا وراءنا، بكون معي كابتنا واحد سوري بفتشنا بيسألني وين كرتك، كله سوريين. وين هالنظام بقول بدهم يعملوا كله سوريين؟ كل الأوتوبيسات بروح على صيدا، بروح على طرابلس، بروح على بيروت، كلها سوريين. وفتشين أنك منافش فتشين معهم بيجوا فتشوا على الكروت سوريين. كيف هاي بالقصة؟ في عندك 300-400 شوفير مباري. نعم، على كل حال يعني في صرخة طالعة اليوم أنه رغم وجود يعني تعاميم من وزارة العمل من وزراء المتعاقبين، منلاقي أنه لا، بالواقع على الأرض ما عم بيتغير شيء. شكرا لك يا ست نوال. كله حبر عورة، كله حبر عورة، ما في شيء بيعملوا. نعم، ملتيين بتطق الحنك، مسؤولين عنا بتطقوا حنك بس. مشان هيك صارت الثورة. أي ما مش ما بيقدون شيء، ما بدنا نشوف شيء على الأرض. نعم، أنا بدي أشكرك، وصلت الفكرة، شكرا. مرسي. كمان فويس مسج. ست نوال، بس سؤال. أنا أقول للعالم كمان، في دفع مصاري لفتح الملف؟ لا، ما في دفع مصاري، بنجزم لك ما في دفع مصاري بلابورة. اليوم بلابورة. صباح الخير، حشيوا القطاع بأعداد موظفين، هيك بقلنا رقم بينتهي من الخارج عم بيحكينا. هيدا ألا يعتبر بطالة مقنعة؟ كل دول العالم القطاع العام أصغر من القطاع الخاص، إلا بلبنان العكس صحيح. شو تعليقك دكتور دالحدي؟ الحقيقة عدد الموظفين بالقطاع العام يفوق الحاجة أضعاف وأضعاف، يعني تقريبا حوالي 3 أضعاف أو 4 أضعاف. السبب هو الزبائنية الوظيفية والزبائنية المهنية والزبائنية الانتخابية. هذا ما إلها علاج إلا، وأنا من هون من هالمنبر الكريم بقول، ما إلنا حل إلا الحكومة الإلكترونية، تتحول لبنان إلى حكومة إلكترونية، تكون كل شيء واضح، تكون كل شيء واضح وشفاف. فيك ما فيك ترشي كمبيوتر، فيك ترشي كل الناس إلى الكمبيوتر. صباح الخير كمان من ليلى. نحن الحكومة هي سببت البطالة بفرنسا مثلا، إذا بحاجة إنه أي مؤسسة لموظف بيحطوا إعلان بالجريدة لمدة 6 شهور، إذا ما تقدم حدا ساعتها بوظفه أجنبي،
ما في رقابة من وزارة العمل، بيتحججوا ما عندهم مراقبين، وهن بالوقت يعني مقابل شوية دولارات بيعطون إجازة عمل وبيغضوا النظر. نحن رح نحكي هالموضوع مع ضيفتنا بعد شوي، مدير عام وزارة العمل بالإنابة مارلين عطلة. كمان في اتصال ناخده سوا. مين معنا؟ ألو، صباح الخير. صباح ومدام نوال، تفضل. عم تحكوا عن العمال السوري بالبلديات. إيه، لو تجوا على بلدية جديدة كلها شوفرية سورية. إيه؟ إذا بتحبي تجي كلهم شوفرية سورية، بيشتغل شوفير وبيشتغل بيعبي الكاميون كمان. كيفها؟ يعني نحن هودي نحن عم نقول عاملين بالبلدية، ما هيك؟ إيه، بالبلدية شوفير. يعني ما في لبناني يشتغلوا شوفرية؟ تفضل يا رئيس البلدية جاوبنا. يمكن لازم نعمل مثل ما بيعملوا بفرنسا، 6 أشهر بيوضعوا الاسم نحن بالقانون اذا ما تقدم، بس بالقانون نحن عنا بس نكون واضحين. واضحين بالوزارة العمل في المؤسسة الوطنية للاستخدام، اي شخص وينه ايه، وهذا كمان نحن صرخة عم نصرخ من هون، وين المؤسسة الوطنية للاستخدام؟ هالموضوع اذا حدا بده يوظف اجنبي بتعلن مؤسسة الوطنية للاستخدام، وهو ملزم يعلن بالجرائد أنه بحاجة، إذا ما لقى حدا بياخد أجنبي. إنما هل هالعمل عم بيتم بطريقة سليمة ولا لا، هذا سؤال كبير لازم ينسأل. على الخط مباشرة رئيس الاتحاد الوطني لنقابات العمال والمستخدمين بلبنان كسرو عبد الله، أهلا وسهلا فيك. أهلا فيك، صباح النور. كان عندكم مؤتمر عن البطالة؟ إيه والله كان عنا مؤتمر صحفي وكان عنا لتقولوا بين. شو قلتوا فيه؟ لنقول إنه أول شيء هيدي البدع للي عم يعملوا أصحاب العمل اليوم بالهجوم على صرف العمال اللبنانيين، هي بدعة لحتى يزيدوا من ثرواتهم وسرقة العمال وسرقة التحايل على القانون. هي بصراحة مثل ما هي، لأنه هلأ بهاي الأزمة الشهرين مش معقول اللي قبلقلوا 30 و40 و50 سنة عم يشتغل هالمؤسسات بشهرين اجوا يحملوا هالانتفاضة كل هالعبء وانه وقفت الشغل وكذا. لا مش صحيح، للي له 40 سنة عم يربح بيحمل الشغيل شوي، لانه كبر شركاته كبر ثرواته وعمل وساوى كل هاي الامور. بس في شركات عم بتسكر كاسترو، في شركات عم بتقبض موظفينها نص معاش، في شركات سكرت هيك عبالة تسكر. ايه ايه في ما ايه بيسكر وبيفتح غير اسم وغير شركة، هيك عم يعملوا. في منهم متعسرين مزبوط، مش عم نقول لا، بس كم قداش حجمه؟ 1-2%, 3%، مش كليتهم، مش حجمة بالميات راحوا يسجلوا هلأ بوزارة العمل عطال على بطال انه انا عندي بدي اعمل صرف اقتصادي، لانه في عنده موظف بياخد $800 او $900 بالشهر بيقول لك بجيب هاي. بعدين كانوا عم يحكوا حضر سمعت ضيوفك عم يحكوا عن العمال غير لبنانيين، ليش مين شغلهم للعمال غير لبنانيين الا اصحاب الشركات والمؤسسات وحتى بالبلديات؟ ايه مزبوط. ومين قال لك انه لبناني؟ سمعت حدا من ضيوفك انه لبناني ما بيشتغل؟ هيدي كمان بدعه للاسف من ايام المرحوم الرئيس الهراوي طلع لنا فيها. صار ايه في موظفين، لا اللبناني دربه بيشتغل، اهله كل عمرهم ولا اهلنا يشتغلوا ببلديه بيروت. اليوم شوفوا لي بلديه بيروت كم بعد فيها موظف لبناني، وبغير بلديات راحوا هيدا كليته استهلاك بدل ما ايه باهله كيف بده يتعامل مع الشكل ومع الزريعه وكيف بده يسقى مي وكيف بده يعمل، لانه واجباته بقانون العمل يقول انه انا هودي العمال بدهم يتدربوا، حاطط نص بقانون العمل. وحكى عن المؤسسه الوطنيه للاستخدام، يعني المؤسسه الوطنيه للاستخدام اهم مؤسسه معطله بوزاره العمل، فما بالك كيف بدهم يتعاطوا مع الامور. برجع للشيء الاساسي، بمطار بيروت الشباب وصبايا لبنانيين وجامعيين بالمئات مقدمين طلبات ليشتغلوا بالتنظيفات، ما بيشغلوهم لأنه في عملية تجارة الفيز بالبنغلاديش والهنود وغيره إلى آخره، من مكاتب الاستقدام واللي متعهدين بمطار بيروت بجبوه 3 أشهر بيقولوا هرب، بيعطيهم وزير العمل إيده اسم الله شاطر بيمضي موافقات مسبقة وبيرجع بفوته. يعني إذا طلع أيام الطابق السادس طلع الطابق السادس بعده مثل ما هو شغال الحمد لله بوزارة العمل بالسمسرات وبالصفقات. نعم، يعني هيدا الكلام دقيق اللي عم تقوله كاسترو عبد الله، يعني بمثابة أخبار هيدا عم بيصير. طبعا
هياهم بالمو كل يوم طلعي وقفي بالوقفي على المطار بتلاقي صف طويل عريض فايتيني قدموا شباب وصبايا لبنانيين فايتيني قدموا طلبات وبيفوت الصف الثاني العمال المهاجرين بيفوتوا بيشتغلوا قالون مستعدين يشتغلوا بتنظيف الحمام وبكنسوا بمسحوا كل يطلوا شباب وجامعيين ليش ما بياخدوهم لأنه بصير بده يسجلوا بالضمان بده يدفعوا بدل نقل بده يعطي حد أدنى للأجور بده يشغلوا 8 ساعات بينما هيداك بيستغلوا أكثر وما بيسرق الضمان ما بيسجلوا بالضمان ما بيعطي فرصة سنوية ولا بيعطي تعويض ولا بيعطي شيء. هذا يعني الأستاذ كاسترو عم بقوله أنه اسمه الصخرة عم بيشغلون صخرة هيدا خطورة اللي عم بيصير. أنا معك بمضي لك على بياض وعم تقوله 100% صح وبضم صرختي لصرختك القوية ايه هيدا صخرة هيدا ليس عملا. طيب شو طلعتوا بنتيجة هالمؤتمر يعني شو الحلول برأيك شو لازم يكون اللي طلعنا فيه انه من اليوم وبالرايح كل مؤسسة عم ندعي عمالها ليسيروها ذاتيا المؤسسة للي بدها تكذب وتعب على قانون وتقول انا بدي كيف هيدا يعني هلأ شو عم تعمل انتفاضة ايه انتفاضة ثورة داخل الشركات ثورة داخل الشركات ايه ثورة داخل الشركات بدون يطعي يعرفوا اصحاب العمل والمؤسسات انه المؤسسه اللي بدها تقطع لي رزقي انا كعامل انا بدي سيرها ذاتيا وهيدي صرخه وبرسم وزاره العمل ووزير العمل حاجه يضلوا انه ايه تاع تشاور عمل مع معالي وزير العمل عملنا حلقه ومؤتمر صحفي انه بده يشوف الصرف التعسفي قانوني ولا مش قانوني اخر شيء في صرف تعسفي انه نمشي بالاجراءات القانونيه انه راح بلغ الوزاره قبل بشهر وقالوا له لا ما فيك تصرف وصرف انه هذا صرف تعسفي قانوني هذاك صرف تعسفي غير قانوني هالخبريه طلعت معه يروح يضغط على هالمؤسسات ويطبق القوانين ويلزمهم وفي قادر عنده صلاحيات ايه بس عندنا الماده 50 عندنا الماده 50 من قانون العمل بدها تعديل من زمان عم نطالب انه تتعدل نحن بدنا قانون العمل كله بده تعديل نعم انه العمل كله حتى تقليص حالات الطرد بهدف الاستبدال نعم هيدي من ضمن المطالب تبعنا بهالانتفاضه تعديل قانون العمل وتعديل قانون الضمان الاجتماعي وتوسيع مروحته ليصير يضم كل العمال اللبنانيين وغير اللبنانيين على الضمان الاجتماعي وتعديل قانون المفاوضات الجماعيه وتعديل دور مجالس العمل التحكيميه وتوسيعها حتى توصل على القضاء من حكومه للحكومه كل هالعناوين موجوده ومن حكومه لحكومه وما بيصير شيء للاسف ايه لانه هيدي هاي الاداره اللي عنا ما عم تطلع لهول الناس لهول العمال اللبنانيين انه كيف بدها تحافظ عليهم لانه عندها هم هاي الحكومات المتعاقبه كيف نصبر شبابنا بيتخرجوا من الجامعات مثل ما كان عم ينحكى قبل شوي بنخرجهم من الجامعات وبنصدرهم على اوروبا وبنصدرهم على افريقيا ويبعثوا لنا دولارات. نعم خليك معنا بنستقبل اتصال مين معي؟ بونجور بونجورين كيفك نتالي معك؟ يا اهلا البطالي هي طايلة كتير عالم خاصة انه في تعدي على الاختصاصات انا ارشيتك دانتاليير نعم اوكي وما عندي نقابة تتمثلني وقت رفعنا صوت نحنا لنعمل نقابة قالوا لا في نقابة المهندسين ونقابة المهندسين حاربونا بهذا الموضوع نعم سو انا بتخصص 5 سنين بدرس دفتر الشروط بعمل بحقق نجاحية بالدومين تبعي وهني بيتعدوا بيرجعوا على مصلحتي وعدي يعني الارشيتكت هلا هو بيشتغل شغلة الارشيتكت دانتاريور ليوفر اوكي هني ما عم ياخذوا ورش ما عم ياخذوا شغل تبع الانتاريور تبعهم هني يعني كارشيتكت عم يتعدوا على مصلحتنا نحن ونحن بالمئات وبالالوف ارشيتكت دانتاريور ومش مهندس ديكار هيدي بشدد عليها نحن عم نتخرج من الجامعات as interior architect not interior designer وما عنا نقابة ورافضين انه يعملوا لنا نقابة وهيدا الشيء كتير مش مقبول وقت عملنا وقت مظاهرة وقت كنت بعدني بالجامعة انا عملنا مظاهرة انضم لنا نحن كتير architect interior من اعمار كتير كبيرة بالعمر شيء بلوي القلب بعدين صرنا نشوف مستقبلنا لقدام انه نحن شو ناطرنا شيء مخيف بهيدا البلد وقتها انت بتكرسي حياتك لخمس سنين عم تتعلم ومن بعدها عم تشتغلي بشغلة نزيهة وحلوة وبتجمد وكلها ما بتضيف غير الكمال الـ good aspects مش عم بعرف قولها بالعربي بعتذر كيف
كيف فيكم تسلبوا حق انسان عم يشتغل وعم عم بيطلع مصاري لهيدا البلد وعم بفوت على الخدمة؟ نعم. كيف باي حق انتم بترفضوا انه يكون في نقابه لهيك اختصاص ونقابه تانية هي عم تاخد هيدا الشغل؟ نعم. يا بتلغوا الاختصاص من اساسه وبتقولوا هيدا الاختصاص منه موجود، او ضموه لنقابه المهندسين لانه هيدا عيب. نعم. هيدا عن جد عيب. نعم. اضافه الى البطاط اللي نحن عم نحكي فيها، كوني انتيرير اركيتكت بدي اقول لك انه حتى السورية، مع اني انا انسانة مش عنصرية، كمان عم ياخذوا من دربنا بالمكاتب، اوكي، ومش بس هيك عم بيفوتوا على لبنان وعم يعملوا مثل على سند الاجار عم يعقدوا بقلب لبنان، مش سند عمل. وانا باكد لك على هذا الموضوع. شكرا لك. هيدي كمان فضيحه ثانيه، هيدي صرخه اليوم. نعم. على الميلتين الانتيرير اركيتكت اكلينا من نقابه المهندسين ومن السوريين. شكرا لك، اهلا وسهلا فيك. انا بدي صرخه اليوم عبر اذاعه صوت لبنان، يعني اللي عم بيصير عن جد معيب. صح. وفضايح بسوق العمل، ويعني الأهل عم بيدفعوا دم قلبهم ليعلموا أولادهم، ولأنه ما في تنظيم ولا في اختصاصات ولا في دراسات. نعم استاذ كاسترو، بس ما نختم. نعم. معك، يعني بنختم بصرخة أنا وياك اليوم، شو بدنا نقول للعمال اللي عم يسمعونا؟ كيف بدنا نغير أول شيء ذهنية عند العامل؟ كيف بدنا نغير؟ نحن بنقدر نغير كمان ذهنية عند الحكومات. اليوم في ثورة، في حراك بالشارع، في ثورة كتير كبيرة، مش رح نقبل أنه تبقى الأمور على ما هي عليه. وضع لي نقطة على السطر قبل ما نحن بدعي كل العمال اللي عم يتعرضوا لهذا عمليات الصرف التعسفي يتوجهوا على مكاتب الاتحاد ببيروت وبالمناطق وبالخيام اللي موجودة بالساحات، يراجعوهن. نحن مستعدين نوقف إلى جنبهم، وبدي أدعي كل العمال أنه يتنظموا بالنقابات ويغيروا كمان بالنقابات، لأنه النقابات بدها تغيير مثل غيرها، لأنه بدها انتفاضة عليها، لأنه هذا الاتحاد العام ما بيمثل هؤلاء العمال. وبدي اقول لهم كلياتهم محلنا اليوم بيتوجه للصرف، بدنا نوقف على الباب وبدنا نقول لهم بدنا نسير هاي المؤسسات ذاتيا مثل ما انعمل كثير بمحلات بالدول العربيه وبالدول الاجنبيه. شكرا لك رئيس رئيس اتحاد الوطني لنقابات العمال والمستخدمين بلبنان كاسترو عبد الله. كمان نسمع فويس مسج، في عنا اتصال. صباح الخير ويعطيكم العافيه. والله بدك تسأل النظام اللبناني بوزارة العمل شو بيعمل مع المواطن اللبناني بس يكون عم ياكل بالصحة، لأنه آخر شيء بيبزق فيه بيكون قاعد له شي 10-12 سنة بالشركة وعم ياخد حقوقه، وبس يتركوه من الشركة بيصير في نوع من الضعف بالشركة، يعني بعدش في شغل مزبوط، بيروح اللبناني بيتشكى على صاحب العمل، بده يخرب له بيته، اللي بده يقاسمه نص بالنص، بده يصير ياخد 50% من أرباح الشركة كلها. وكرمال هيك عم يشغلوا السوريين بدل اللبناني، يروحوا شوفوا وزارة العمل شو عم تعمل النظام اللبناني تبعكم. ما فينا نضل نحطها على السوريين دائما سوريين سوريين سوريين، روح على النظام اللبناني، شوف النظام تبعك. شوف النظام دكتور دال حتى النظام، خلينا ناخذ اتصال نشوف هالنظام كيف راكب. مين معنا؟ يسعد صباحك. بونجور. ست نوال. يا هلا. صباح صوت لبنان. يا هلا. أنا مدمن على إذاعة صوت لبنان، يوم ما بسمع صدي بالله وبعتبره منه من يومي هذا. شكرا. حكيتك مرة مع الدكتور جوزيف الحلو مدير العناية الطبية، وكان من النبلاء جدا. واحد. اثنين. قدمت شكوى عند ست مارلين عطلة. رح تنضم لقلنا بعد شوي. نعم. حبيبتي معلش بدي انا اذا في مجال اخذ موعد منها دقيقتين. من شين. انا كنت دكتور اصاب معك. كنت ايه رئيس مصلحة المراقبة المالية بالضمان الاجتماعي. نعم. قدمت كتاب خطي سجلته بالديوان. نتيجته ما تشد ايدك. يعني ما حقول تعابير بتنقال بالعامة وقت بيجي مرض. اللي معك وعم تسمعك إلا مباشرة، خلينا نرحب فيها اليوم مدير عام وزارة العمل بالإنابة مارلين عطلة. صباح الخير. صباح الخير. أهلا وسهلا فيك عبر صوت لبنان. اليوم معنا مستمع بيتوجه لإلك مباشرة، شو بدك تقلها؟ أنا بدي إلا يسر صباحك. صباحك. ويعطيك مليون عافية، مش ألف عافية. قول بالتفاصيل. أنا اشتغلت 42 سنة وثلاث أشهر بالضمان الاجتماعي، رئيس مصلحة المراقبة المالية، آمر بالصرف. إيه شو قصة؟ قدمت شكوى بوزارة العمل، طلعت عندك ست مرلين، ما لقيتك أنت بالعدلية. سجلته بالديوان ونتيجته إنه عنا أجير ناطور سوري. ما بدنا ناطور سوري.
للأسف نتيجته ما كانت. قال بتقلي ست من عندك ما بدي أذكر اسمعت على الهواء انه راحوا المفتشين عنكم ما لقوا الناطور. الناطور بيقعد على باب البناية بيحط على صدره انا ناطور وهو سوري وما بعرف اذا عنده اجازة عمل ولا لا. ما اخذت نتيجة. بتمنى عليك اذا في مجال تستقبليني دقيقتين بوزارة العمل عندك كون ممنونين. شكرا. هلا لانه عندي تفاصيل بيسوى تعرفيها بس ما بدي اكتر من هيك. شكرا لك. رح تستقبلي؟ نعم اكيد اكيد. انا بقول له خلي يجي لعندي ساعة اللي بكون فبيتنا مفتوح لك يا استاذ وانا بوعدك حبيبتي. انه لح ساعدك بهذا. خليها تحكي تفضل. سمعتك مرة مع ست نوال انه ما بترضي حدا يقول في رشوة وانا بربق بنفسي انه اقول. شكرا. أكيد أكيد. طب ما دام رايح لعندها وبدك تقعد أنت وياها وتحكوا خليهم للحديث بقلب هالاجتماع. خلينا نرحب فيكي مجددا. أهلا وسهلا فيكي مدير عام وزارة العمل بالإنابة مارلان عطلة. أهلا وسهلا فيكي. اليوم نحن عم نحكي عن البطالة. البطالة منا قصة جديدة. البطالة قصة مزمنة كتير. يعني بداية اليوم في صرف حكينا معك قبل مرة عن صرف تعسفي على المعاشات. طبعا عم بيقبضوا نص المعاش هي مش قانونية. إنما اليوم في صرخة من قبل مواطنين اتصلوا فينا إنه العمال السوريين عم بياخدوا من العمال اللبنانيين المراقبة معدومة صحيح من قبل وزارة العمل بهالإطار. وليش هالشكوى عم ترتفع اليوم ببرنامج نقطة على السطر؟ ست نوال انت طرحتي نقطة أساسية انه مشكلة البطالة بلبنان منا مشكلة جديدة. اكيد هي مثل ما بقول تاريخيا الى عوامل جديدة عوامل متراكمة ما لح انا فوت فيها يمكن بتكون حضرتك اشارتي لها. بس نحن حاليا بالفترة الاخيرة ونتيجة الصرف اللي عم بيصير بسبب الظروف الاقتصادية اكيد هذا الامر بده ينعكس على ارتفاع معدلات البطالة. انت بتعرفي لما استلم معالي الوزير مهام وزارة العمل اطلقنا خطة لمكافحة العمالة الاجنبية التي تعمل بصورة غير شرعية وكان التركيز بشكل اساسي هو على اصحاب العمل السوريين يلي هن فاتحين مؤسسات وعم يشتغلوا بصورة غير شرعية من دون اجازات عمل وكمان الاجراء الاجانب سواء كانوا سوريين او من جنسيات اسيوية او الى اخره عم يشتغلوا بلبنان بمهن هن مش مسموح انه يشتغلوا فيها لانه نحن عنا كل سنة بيطلع قرار بحدد شو هي المهن مسموح للأجانب أنه يشتغلوا فيها ويلي هي لازم تكون حصرا باللبنانيين. أطلقنا الخطة وبلشنا بجهاز التفتيش نشتغل على الأرض بهيدا المجال وللأسف نتيجة الأزمة الحالية اللي صارت موجودة خلال فترة الشهرين الأخيرين يمكن نحن كوزارة بعدنا مكفيين بالخطة السابقة ولكن أولوياتنا شوي توجهت حول معالجة المشاكل الصرف يلي عم بيصير لظروف اقتصادية. بس أنا بقول أنه اليد العامل السوري شكلت منافسة وساهمت بارتفاع معدلات البطالة يمكن لأنه هي أزمة كبيرة والأعداد كتير كبيرة موجودة هون بلبنان. إيه بس لنعالج مشكلة الظرف يعني لازم كمان نمنع مخالفة القوانين ومخالفة هالتعاميم من قبل اللي عم بيوصفوا السوريين. يعني قديش بينقصوا كمان كتير عم صح. نحن كتير عم نشدد على المؤسسات مثل ما بقولوا بقصة الحصول على إجازات العمل. حتى معالي الوزير أصدر كمان مذكرة بتقول أنه الموافقات المبدئية ما لح يسمح لعمال أجانب يجي يشتغلوا بلبنان إلا بالحدود الضيقة. يعني مثلا إذا حدا بده يفتح شركة هون بلبنان أو حدا عنده شخص مريض بحاجة لمساعدة ممكن معالي الوزير يسمح له أنه يستقدم أجنبي من الخارج. يعني هالمسألة لح بتكون ضيقة بالإطار الضيق. بالنسبة لإجازات العمل للسوريين كتير عم نضيق عم نحاول قد ما فينا ست نوال نعطي ضمن المهن التي احيانا يكون هناك صعوبة انك تلاقي. بس عم ينحكى نعم معنا نحن على الهواء مباشرة رئيس جمعية مبادرات وقرارات اليوم دال حتى. اليوم نحن عم نحكي عن مشاهد يعني عم نحكي بالارقام وبالمشاهد بمطار بيروت كيف عم بيوصفوا طبعا بنغلاديش وغير جنسيات على حساب اللبنانية. عم نحكي كمان بالبلديات كيف عم بيوصفوا كمان عمال على حساب اللبنانية. عم نحكي بكتير من المؤسسات عم بيوصفون بحجة انه بيطلعوا قد معاش لبناني يعني اثنين بيطلعوا قد معاش لبناني واحد وانه بيتهربوا من الضمان ومن انه يدفعوا عنهم. يعني هيدا واقع حال موجود بلبنان. بس تسمحي لي انا هون لك مداخلة. هو المشكلة الاساسية عنا بلبنان انه نحن دايما بنشكي عنا مهارات اكاديمية جيدة كتير بين الشباب وهي نسبة البطالة اكتر شيء موجودة بين الشباب المتعلم.
التعليميين لأنه كلهم عم يملكوا كفاءات تعليمية كفاءات مهنية. عم بيكون في إحجام عند اللبنانيين عن القيام أحيانا بمزاولة مهام ومهن يعتبروها أنه هن مؤهلاتهم وكفاءاتهم أنه أعلى من أنهم يشتغلوا بمهن معينة. نحن لما عم نسمح للأجانب أنه عم بيزاولوا مهن هي عم بتكون نتيجة أحيانا عدم توفر يدعم للبناني لمزاولة هيدا المهن مثل قطاع التنظيفات قطاع البناء. فنحن بالعكس نحن عم نشجع دائما بنقول عندما تتوفر ناس لبنانيين انه يقبلوا يشتغلوا بهيدي المهن الاولويه بدها تكون لهم وما رح نسمح ابدا انه الاجانب يشتغلوا بهيدا الدومين. ولكن المساله انا برايي هي لازم تكون اساسيه عن تغيير الذهنيه القائمه لدى اللبنانيين. وبتصور انا يمكن الازمه الاقتصاديه هلا وما افرزته من نسبه بطاله ولا سيما لدى كتير ناس حتى عمرهم صار بمرحلة متقدمة بالعمر بتصور يمكن رح بتخليهم يرجعوا يقدموا على العمل بقطاعات هني كانوا محجمين عن القيام بها بالفترة السابقة. نعم سعادة المدير العام يعطيك العافية. العافية دال حتى معك. الموضوع دقيق شوي بس أول شيء بهنيك لأنه أنت امرأة صريحة وسيدة مميزة وأنا بعرفك شخصيا وإذا بتعرفيني بس تتذكريني بس أنه في ملف موجود عندكم اشتغل فيه ساعات المدير العام السابق جورج أيدا الله يعطيه طول العمر والصحة وحضرتك واشتغلته بموضوع القانون العمل الجديد واشتغلت عليه مزبوط ويمكن صار هلأ بأدراج مجلس النواب. هيدا الصرخة اللي انت عم تصرخيها هلا وصرخوا المواطنين نحن بحاجة لتدابير استثنائية مش تدابير العادية. يعني لازم هالعمل يكون وانتم مؤهلين وزارة العمل هي المؤهلة لإدارة هذا الملف مش الناس اللي بيديروا هذا الملف وانتم مؤهلين لهذا الموضوع. بعرف انه الضغط عليكم وانا بزوركم تقريبا اسبوعيا وبعرف قديش الضغط عليكم قوي كثير. لازم يتاخذ تدابير استثنائيه. لازم المؤسسه الوطنيه للاستثمار تفعل يجب ان تفعل بشكل جدي كليا. وانا باكد لك اطلبي صرخه هلا من صوت لبنان من هالمنبر العظيم اطلبي من الجامعيين والجامعيات يعملوا تطوع عمل تطوعي بالمؤسسه الوطنيه للاستخدام. ما فينا نضل النق. انا ضد النق. أنا عم بقول في عمال سوريين يعملون خارج القانون يتفضلوا شبابنا روح يفتشوا عليهم ويعملوا تطوع بمؤسسة الوطنية. أنا بأكد لك أنه هالشباب بالثورة أو بالحراك في منهم كتير مستعدين يروحوا يساعدوكم لهذا الموضوع تنقدر نعمل كنترول جدي لموضوع العمل الأجنبي. بدنا ندلك اليوم نعم بس أعلق على هذا الموضوع. بالنسبة لدور المؤسسة الوطنية للاستخدام أنه معالي الوزير حطه من ضمن الأولويات لتفعيل دورة. المشكلة كانت أحيانا قبل أنه يقال بالكادر الوظيفي تم الحق موظفين جدد بالمؤسسة من شي سنة معالي الوزير حطتها ضمن الأولويات وعم بيحاول ليش بدها هالقد وقت لتمشي. لا 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 ست نوال المسألة هي تاخد إجراءات إدارية وهلأ عم بيتم تفعيل تطوير موقع إلكتروني تعرفي لأنه المسألة مرتبطة أحيانا بالموازنة ويكون عندك أموال لتقدر تحقق الأهداف اللي أنت والأحلام يلي بتسعى لها. هلأ بهالحالة هذا الموقع رح بيكون إن شاء الله قريبا وهذا الموقع بيكون مثل منصة لحتى الناس اللي بحاجة لوظائف يتقدموا وبنفس الوقت لحتى أنت تعملي هالربط بين حاجات سوق العمل وبين الناس الموجودة يلي هي مستعدة تزاول هذا العمل. كمان نحن كوزارة كتير عم نشتغل على مسألة التدريب المهني المعجل. هيدا برأينا لأنه ممكن كمان يساعد على مسألة تطوير القدرات المهنية لدى الناس يلي هلأ ما عم بيلاقوا فرصة عمل لأنه من خلال هيدا التدريب المهني المعجل كمان انه ممكن يهيئك لتلاقي وظيفه بسوق العمل. كمان قصة نحن كثير حدينا من مساله استخدام اليد العامله الاجنبيه مثل ما قلت اللي عم تجي من برا. طب كيف مطابع الشمال عم بيشغلوا السوري بمعاش $1,000 صح والوزاره عم بيقولوا ما بتطل ابدا على مطابع بالشمال. أنا بتمنى كل واحد عنده معلومة بهيدا الإطار نحن دايما أطلقناها إنه بليز بلغونا نحن أنا بلغك هلأ. نعم أكيد أكيد لحتى نوت عندي للمتابعة بالأكيد نحن يعني ضمن الإمكانيات القليلة بالكادر البشري الموجود عندنا نزلنا التفتيش على الأرض يعني وحاولنا قد ما فينا نشتغل بهيدا عم ندلك اليوم عم ندلك. أنا باللي طرحه أستاذ دال إنه نحن بالعكس نشد على إيد كل شخص هو بيتلفن وبيقلنا إنه هون بهيدي الشركة عم بيتم تشغيل يد
أنا رح أقول لك نعم من أكيد أكيد نحن منشجع لأنه نحن همنا الأساسي حاليا هو إيجاد فرص عمل. بس عم نعطيكي أخبار اليوم أستاذة مارلين. أكيد سجلته عندي سجلته محيط هلا أخبار تاني أخبار تاني محيط وادي شحرور كله. أنا بدي خبر عن محيط وادي شحرور كله موظفين سوريين محيط ما بعرف ليش قال لي ومعاشات حرزاني واللبناني ما بيحلم يفوت. يا ريت يضوا عليها اليوم. كمان رئيس البلدية له خاصة بهالإطار. دقيق الموضوع. أنا أخذت للمعلومة وبوعدك رح بتكون موضوع متابعة. ونحن كمان كنا دايما نقول العمل بده يتم التنسيق فيه مع البلديات. في كتير بلديات تجاوبت معنا وهي أعطتنا لايحة بكل الأجراء الأجانب والأصحاب العمل الأجانب يلي عم يشتغلوا بصورة مخالفة للأنظمة والقوانين. سيزي مارلين سيزي مارلين بس لحظة استكمالا للفكرة اللي انت كنت عم تقوليها بموضوع انه اللبناني بيشتغلوا ولا ما بيشتغلوا. في وظائف بيشتغل فيها اللبناني الوظائف ما بيشتغل. يعني في بدراساتنا نحن بتنقسم العمال لاثنين بسموه الكول بلان والكول بلو. الكول بلان هو اللابس قبي بيضاء اللي بيعمل مدير ومدير عام. ونحن كلنا توجهنا اللبنانيين لهذا العظمة والشغلة انه نكون ورا مكتب وقدامنا كمبيوتر ونشتغل. الكول بلو عندنا مشكلة فيه هو القب الزرقاء يعني اليد العاملة التقنية. أنا تمنيت على وزير العمل وصديقي الأستاذ كميل أبو سليمان أن نعمل لك زيارة على وزارة على مديرية العام للتعليم المهني. شجعوا التعليم المهني. إذا ما شجعنا التعليم المهني وحمسناهم لازم تتغير كل الأنظمة لاستقبال الموظفين في الدولة أو في القطاع الخاص. لازم يكون معهم حملة الشهادات من التعليم المهني تيت أو التعليم المهني. وهذا رأي إذا بتحبوا تمشوا فيه. انا بالعكس انا استاذ بشد على ايدك بهذا الموضوع لانه نحن ضمن اطار المركز الوطني للتدريب المهني يلي هي المديرية العامة للتعليم المهني وزارة الصناعة الشركة معنا بهذا المركز. نحن من الناس يلي دائما عم نشجع على هذه المساله وهذا نعم. الامر يتطلب سياسة حكومية نعم. بهذا الاطار لحتى يصير في تشجيع للشباب اللبناني لحتى يتحول على التعليم المهني والتقني لانه البلد هو بحاجه حاليا لمهنيين ولا فنيين. مثل ما قلت استاذ عنا كثير ناس عندهم اختصاصات أكاديمية ولكن حاجة سوق العمل بلبنان مختلفة وصح وعدد الخريجين عم بيكون كثير كبير. نعم خليكي معنا. نعم تفضلي. في اتصال ناخده سوا. مين معنا؟ صباح الخير مدام. يا هلا. معك مواطن. هو مش قصة إذا العامل الأجنبي قانوني ولا مش قانوني. هذا أفران شمسين وعبري كان معك وزير العمل السابق مش كمان أبو سليمان اللي قبله وبلغنا قلنا له عنده عمال اجانب ومؤسسة تربح يعني بتوزع 60% من خبز لبنان. مؤسسة عم تشتغل وعم تطلع مصاري ارباح. نحن لازم قانون التوظيف يعني قانون المؤسسات نجبر المؤسسات يكون على القليل 80 او 90% اسوة بسوريا معاملة بالمثل. عم نحكي من دولة لدولة معاملة بالمثل. نعم. ليش بسوريا 90% العمال على الارض بانه اذا بدون خبره ولا مع خبره انه بيكون لازم يكون مجبور يكون سوري يدبر راس صاحب المؤسسه عم يربح ملايين الدولارات عم يطلع ملايين الدولارات من هالبلد. ليش انا ما بدي اجبره؟ هو لا كل موظفينه قانونيين. يعني عم بحكي انا عن هالمؤسسه تحديدا كل موظفينه قانونيين ومظبطين وراءه وعامل عام ومدري شو بعمل لهم كفالات وكل شيء. بس ما كمان الان العامل السوري عم يستغل كمان بهذا الشيء يعني نعم. ما عم ياخذ الراتب تعوله على القد. يعني نقول نحن عنا مشكلة بقانون العمل ككل. يعني بيروح الشخص على وزارة العمل بيقوله بدك تحط اعلان على مدة 6 أشهر بيحط اعلان. بس انت شايف كيف هو الاعلان بيكون؟ الاعلان اللي بيحطه بيطلب مطلوب مهندس خبرة 20 سنة. طب وبدك تلاقي لهذا المهندس بيروح بيقول له انا طلبت مهندس 20 سنة لقيت واحد ببنجلاديش بيروح بيجيبه بيشغله على التال. نعم يعني في ثغرات بالقانون بدها تعديل. في ثغرات بالقانون وشركات عم تستغل الوضع. هلا اللي عم في صحفيين عم يطلعوا بيقولوا لازم اللبناني يغير معيشته. لا مش اللبناني اللي بده يغير عيشته. اليوم بثلاث جرايد نفس الموضوع كاتبين ثلاث صحفيين. ليش بدهم يكتبوا هيك؟ نحن ما بدنا نغير عيشتنا. هن يغيروا نظامهم الاقتصادي نظامهم المصرفي لانه المصرف هو اللي عم يضغط. شكرا لك. اهلا وسهلا فيك مدير عام وزاره العمل بالانابه مارلين عطله. كيف بتلاقي الحل لهالمشكله؟ اليوم نحن كمواطنين عم نسمع انه في برامج كثير حلوه. بنسمع كمان مستقبل مؤسسه لابورا وغيرها من المؤسسات جمعيه قرارات ومبادرات وكله بيعني ونحن رح نمرن ونعمل وخط ساخن وهيك وبالواقع على الارض في انعدام لفرص العمل. كيف الحل لهالمشكله؟
مدام بدي اقول لك شغله. لما معالي الوزير السلام اجى حدد انه مساله النسب بالنسبه بين الاجانب والعمال اللي عم يشتغلوا بالمؤسسه، لما جينا لقطاع الافران اجى عمل اجتماعات مع نقابه اصحاب الافران، كانت الصرخه عم تقول انه ضمن هيدا القطاع، هيدا القطاع في نسبه يد عامله اجنبيه عم بيشتغل معه حق الاساس اللي طرحه، وكانت صرخه النقابه بتقول انه في احجام من اليد العامله اللبنانيه على انها تشتغل بهيدا القطاع، فاذا بتريدوا هيدا القطاع خلوه ماشي وخلوا انه ما تكون تطبقوا عليه النسبه اللي عم تطبقوها بالقطاعات الثانيه، مثلا مثل بقطاع الخدمات يلي هي ثلاثه لبناني ممكن نقبل بواحد اجنبي قبالهم. فمن هون يمكن بهيدا القطاعات قطاعات الافران بالذات، وهذا الامر كان باجتماعات متواصله مع معالي الوزير، مثل ما بقول اجلنا الموضوع شوي انه اعطيناهم فرصه اكثر لنقابه اصحاب الافران لحتى يتم استخدام اليد العامله اللبنانيه ليقدروا ينظموا اوضاعهم، لانه نحن كمان بهمنا شكل اساسي انه الافران ما توقف، لانه اجى قالوا لنا اذا بتطبقوا هالتدبير يلي بلشتوا فيه دغري الامر رح ينعكس سلبا على سير عمل الافران. فهون كان قال لهم خذوا وقت اكثر شوي يمكن كم شهر من غيركم لتستبدلوا العماله الاجنبيه باليد العامله اللبنانيه. نعم. فإذا كيف بتلاقي الحل؟ الحل أكيد مثل ما بينقال نحن حريصين أكيد على أنه اليد العاملة الأجنبية كلها أنه نقدر نلاقي لبنانيين. الأمر اللي حبيتم متابعته مثل ما قلت لك النسب اللي عم نحطها نحن شكرا. أكيد لما نتابعها، وأنا مثل ما عم بقول لك المسألة بدها تنسيق بين كل الجهات الفاعلة، بين النقابات وبدها سياسة حكومية ونقطة على السطر. شكرا لك مدير عام وزارة العمل بالإنابة مرلان. شكرا عطا الله، حكينا كتير اليوم. في قول شهير جدا، العمل كثير والفعل قليلون. نعم. يعني مين اللي بده يدير هذا الملف؟ نحن قليل منا كتار. من مشان هيك مش عم نوصل لمطلع. لا لا بدنا نحن قليل، لانه يعني كله من بدون بدنا مين اللي يدعم. عندكم مبادره ايه طبيعي كثير بالمنطقه اللي موجود فيها، انا بقدر اذا كان في وظيفه تناسبني بفوت وين بدخل دكتور تالحتة. نحن بجمعيه مبادرات وقرارات من ضمن الحلول، لانه نحن ما بدنا نضل نقول ما في حلول، لا في دائما حلول، ونحن ايجابيين وهذا وطننا ولازم نضل نكافح تضل موجود ونشتغل فيه، وبالعكس ونرد الناس اللي برا يشتغلوا فيه ويعملوا تمويل ومشاريع جديده ويشغلوا شبابنا. انا هذا مصر عليه ولازم نضل على طول هالفكره. نحن عملنا مبادره من تقريبا سنه، اطلقنا بالتعاون مع عضو معنا مستشار بالهيئه الاداريه الاستاذ صلاح مناعب، نعطي حقه المهندس صلاح مناعب، عملنا الوحيده بالعالم مش بس بلبنان موبايل ابلكيشن اسمها لوكال جوب ماركت. راح ارجع عيد، اسمها لوكال جوب ماركت، فيكن تعملوا لها داونلود من حيالله اب ستور، من الاب ستور. اتس فري ابلكيشن، مجانيه ما فيها ولا مصاري ولا شيء. هيدي الابلكيشن فيكن تنزلوها بتساعدكم تتلاقوا وظايف بمنطقه سكنكم. يعني ما فيش واحد يكون بصيدا ويقدم طلب الوظيفه بطرابلس، ما بيمشي الحال. وبالتالي اسمها لوكال جوب ماركت، بتنزلوها حاليا اليوم الصبح، بتتفاجئوا يمكن من الاريم اليوم الصبح عندنا 3500 وظيفه معروضه بلبنان حاليا اليوم الصبح، وعندنا حوالي شي 13000 جوب سيكرز. وبالتالي طالب وظيفه فيكم كلكم تتسجلوا، الابلكيشن كتير سهله، تقدموا سيفيات تكتبون وتلاقوا وظائف مناسبة. نعم، خلينا مع الباحث بالدولية للمعلومات محمد شمس الدين معنا يمكن دقيقة دقيقة ونص حكي. اليوم بموضوع البطالة حكيتوا عن أرقام كتير، وكان عندكم أرقام بالدولية للمعلومات، وهي شو خطورتها اليوم على المجتمع برأيك محمد شمس الدين؟ عمليا صباح الخير لك لضيفك ولمستمعي صوت لبنان. بالحقيقة في عنا رقمين هني متلازمين، هني البطالة والهجرة. نتيجة البطالة عم ترتفع عدد المسافرين والمهاجرين، بحيث مثل ما حكينا بالحلقة الماضية صاروا بحدود 62,000 من بداية العام للشهر 15 تشرين الثاني الماضي. هلأ نسبة البطالة مسألة أكثر معقدة، لأنه احتسابها منه سهل في غياب الإدارة المولجة بهالأمر. اليوم عنا الرقم اللي طلعته إدارة الإطفاء المركزي واللي هو تقريبا لا يعكس الواقع، قاموا بالإدارة بعمل جبار ومهم، لكن وصلوا لنتيجة أكيد أي متابع بالشأن الاقتصادي والشأن المالي بلبنان بيشوف أنه نسب البطالة أعلى بكثير مما ذكرته إدارة الإحصاء المركزي اللي هو مثل ما طلع معه 11.4%. طبعا وزارة العمل وزارة العمل السابقين كان عندهم دراسات بتقول، ونحن كمان، انه النسبة هي تجاوزت 25%. نعم. فنحن وبالتالي هذا قبل حصول الحراك او الانتفاضة او الثورة قبل
68 يوم. نحن اليوم أكيد تجاوزنا 25% خصوصا مع إقفال وتسريح العمال اللي حصل خلال الشهرين نعم بتلاقي خطورة على المجتمع نتيجة ارتفاع نسب البطالة. نقطع الخط يمكن بيننا وبينك. خلينا نستقبل ضيفنا اختصاصي بعلم النفس العيادي الدكتور نبيل خوري. صباح الخير. صباح البطالة أم الرزائل، هل هيك بينقال؟ فالدراسات اليوم أنه عندنا نسبة بطالة عالية هي الأعلى من سنة 2004، أي رزائل ستتركها على المجتمع؟ وبلشت تظهر معالم الرزائل، الانتحار اللي عم بيصير. أولا البطالة، الانتحار نتيجة حتمية، ولكن البطالة بالمرتبة الأولى تؤدي إلى الفقر، والفقر يؤدي إلى النقمة، والنقمة تؤدي إلى الثورة، والثورة تؤدي إلى العنف. يعني كل الأمور هذه بدنا نصلح، بده يجوع ويشوف ولاده جوعانين قدامه وبده يسرق، لو اضطر يقتشن محل، لو اضطر يفوت على بيت، لو اضطر يقطع طريق ويسحب مصاري من الناس القاطعين. بالنتيجة البطالة تؤدي إلى كل هذه الأمور. مثل وقت بيقولوا لك ليش الوصية رابعة لا تكذب، لأنه الكذب تؤدي إلى النميمة والخديعة والتشكيك طال الرصيد والنصب والإحتيال تجي بأدي لكل. البطالة تؤدي إلى كل ما ذكر. هلا بديهي إنه من الشق النفسي الإنسان عم بيعاني طبعا، لأنه أول شيء عم نسمع تنظير كثير وأفكار على حلول مقترحة فارغة من الفحوى، طروحات شعبوية لا تعطي نتائج، وبالتالي فقد أمله فيما يمكن أن يطرح أمله. نعم. بالمرتبة الأولى. بالمرتبة الثانية كثافة الصرف الكيفي والصرف التعسفي من المؤسسات، منها ما أقبل، منها من ادعى أنه أفلس، منها من أفلس فعليا، وبالتالي ما في حلول. يعني اليأس هو الذي سيؤدي حتما الى الانتحار. نعم. والى كل ما ذكر. نعم. انا بدي اشكرك اختصاصي بعلم النفس العيادي الدكتور نبيل خوري. بدي انهي معك دكتور دال حتي، دائما بنحكي عن البطاله، دائما بنحكي عن مؤسسات يعني لا تلتزم بالقوانين ولا بالتعاميم، دائما بنحكي عن مواطنين كمان انه هن ما بيتقدموا لوظائف كيف ما كان. ما بعرف اذا هلا تغيرت الايام، يمكن لازم يكون في احصاء حول هالشيء، انه اذا تغيروا المواطنين بموضوع العمل. بس واحد ضابط بده يعمل معركه بده يكون يعرف قديش قوه عسكره وشو وضع عدوه. نعم. نحن هلا البطاله هي عدو لنا، عدو لشعبنا. نحن اذا ما عندنا ارقام وما عندنا واقع الحال كيف بدنا نعمل حرب؟ نحن نعم. بدنا نكافح البطاله ومضطرين نكافح البطاله، لانه هودي اولادنا واهلنا واخوتنا وكبارنا وصغارنا. فاذا نحن ملزمين بالمعركة، مش أنه نحن والله هذا عمل اختياري بتمني واحد وقوات بتسلى فيه أبدا، ولازم كل فئات الشعب تتشارك بهذا الموضوع، الكل لازم يتشارك وكل القطاعات لازم تتشارك، ونحاول قد ما فينا نتعاون سوا كلنا سوا، لأنه هذا وطننا ونحن ملزمين ندافع عنه لآخر لحظة. ونقطع السطر. ونقطع السطر. شكرا لك رأي جمعية مبادرات وقرارات الدكتور دال حتي. كانت معكم نواليش عبود، دليدة غانم، والمخرج جورج علي. كنا لايف فيسبوك عبر صفحة صوت لبنان فويس أوف لبنان 100.5. إلى اللقاء مع حلقة جديدة، وما تواخذونا ما قدرنا أخذنا كل المداخلات لأنه وقتنا انتهى. ونقطع السطر. محلة بتنزل حفر، نقطة نقطة بتحفر صخر، كلمة محلة بتنزل حفر.